مني سرقة حاضر. الذهب وفي المحلات اللي بتبقى محجبة وبتبقى من غير الحجاب اصلا، دي حضرتك مش شايفها؟ بركة ان ميركل مش منقبة. انت مش شايف بس ان ميركل مش مسلمة اصلا، تنتقد بتاعتي ليه؟ بركة. ايه بركة دي؟ بتقود دولة عظيمة. احنا هنا بنرجع في رئيسة حضرتك. طبعا هي مسألة النقاب هي اللي منعاكي. طب ما انت حضرتك مش منتقبة، عملت لنا ايه؟ كلمة ان هو يلزمني بان ستي تبقى موجودة. حضرتك لو انا راجعة من سفر مثلا او من مشوار او كنت موديه ابني او بنتي المستشفى الساعة 4 الفجر وعديت على لجنة ومفيش فيها الا ضباط رجالة، تشوف الضابط من حقه ان هو يقول لها ارفعي النقاب ويشوف البطاقه ويتاكد ان الصوره اللي في النقاب هي عادي او الصوره اللي في الصوره. والضابط برضه من حقه يامرك ان انت تغسلي وشك عشان نشوف الحقيقه. هلا اجى الزعيم العظيم على دين. ناخد راي الازهر. اتفضل يا دكتور عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا دكتوره. برضه لو سمحتي برضه الدكتور عبد الله، حضرتك دكتور؟ انا بحضر الدكتوره. اه يبقى مش دكتور، يبقى من فضلك ما تقولوش يا دكتور. وعلى فكره عرفا في كل لا معلش عشان خلص بس كلامي لو سمحت. هي قالت ليش لو سمحت انا خلص كلامي صيدلي ما قالتليش الدكتور. طيب عرفا في كل المجالات يا فندم اي حد بيحضر دكتوره بيتقال له يا دكتور. الدكتور عارف الكلام ده لا موجوده والمعيد اللي بيكون موجود في كليه بيتقال له يا دكتور، هو لسه ما خدش ماجستير ولا دراسات عليا. لا دي مسخره. لا مش مسخره، الخط الجامعي السلك الجامعي محترم جدا، مش مسخره ولا حاجه. يعني واحد لسه فبلاش بس ان احنا ايه اقول لك على حاجه تنبؤا خلينا هو بس هيطلع معلش يا استاذ مجدي. بس انا عايز اقول خلينا بس نخرج من الحته دي الاول. لا الدين ولا ولا دكتور بس بس انت اقول لحضرتك الحاجه، سيبك من شخصي انا زي ما انا لم اتطرق يا حبيبي. انا ما اتكلمتش على الشخص. ما انت كمان حبيبي برضو انا عارف والله، بس انا بتكلم معاها هي فحضرتك ما تدخلش في الموضوع. انا بس I am the one the way your son don't need a gun to get respect up on the street. I am the one the way your son don't need. حضرتك مؤمن بمجيء المسيح صح؟ بمين؟ بمجيء المسيح. انهي مسيح بقى؟ حضرتك عندك اعتقاد بمجيء المسيح صح ولا لا؟ انهي مسيح؟ ممكن السؤال بس يطلع ايوه اسمه ايه؟ معرفش اسمه ايه المسيح ده، عايز اعرف اسمه ايه. انت بالنسبه لك انت اسمه ايه؟ انا بسالك يا سيدي، انت بتسالني فاقول لك انهي مسيح؟ انا راجل جاهل مش فاهم. فهمني وانت راجل عندك واحد عندك عقيده يعني عقيدتك انت يا عم مصطفى كسوني. الله يسترك الكلام هتاخد بسرعه عشان بس المشاهد ما يزهقش مننا احنا الاثنين. مسيح مين اللي انت اللي انا مؤمن بيه؟ انهي مسيح؟ رد عليا. انت مؤمن بالمسيح ابن مريم؟ جميل ايوه كده. تمام. المسيح ابن حلو. انا مؤمن بالمسيح ابن مريم. تمام. انت بقى المسيح ابن مريم؟ ايوه. طب انت اسم امك اسمها مريم؟ الله يا ما بقاش عندي ثقه في حد من اللي انا شفته في حياتي.